انستجرام وفيسبوك هتقابل لبنات كتير بتتكلم 10 20 مثلا، ممكن 5 6 بس اللي يردوا عليك، ممكن من 5 6 دول 2 3 بس اللي تعرف تاخد نمرتهم، ممكن من 2 3 دول ممكن واحده بس اللي تنزل تقابلك. فعايزك تفهم انك لازم تزود في فرهاتك وتزود كميه البنات اللي انت بتدخل تكلمها عشان فرصك تزيد في البنات اللي هيردوا عليك، وفي الاخر في البنات اللي انت هتنزل تشوفها.